عموما واضح ان الصوت ان شاء الله يكون واضح وكلير للجميع. اي نعم واضح طال عمرك باذن الله. اليوم ان شاء الله وعمرك اطول اخوي يعقوب، ان شاء الله اليوم بتكون الدوره نوعا ما مختصره، بنخلص قبل امس. امس 1:30 2 الا طولنا شوي، لكن ان شاء الله تكون يعني او يكون محتوى الامس مفيد للجميع. ان شاء الله. ان شاء الله. يعني امس احنا ذكرنا بعض النقاط المهمه بعرج عليها، لكن انا لاحظت ان اغلبكم منتسب لوزاره، منتسب لشركه، منتسب لجهه عمل معينه، فعشان كذي انا اضفت لمحتوى الدوره كيفيه التعامل لما تكون ضيف. لما تكون ضيف امام مذيع شلون تتعامل معاه، شلون تتعامل مع مختلف النوعيات من المذيعين، بعضهم يحب يفرض عضلاته عليك او يفرض عضلاته عليك، بعضهم يحاول يبين انه هو مثقف اكثر منك. فشلون التعامل مع هذه النوعيه من المذيعين اثناء يعني استضافتكم كممثلين لجهات عملكم؟ وبعد يعني بعضكم كونكم ممثلين جهات عملكم تتطلب منكم اعداد تقارير سواء تلفزيونيه ولا اذاعيه، فبعد بنوضح شلون تكون او يكون التقرير مميز وينقل اذا كان اذاعي، ينقل الصوره والصوت بطريقه معينه تخلي المستمع يعيش معاكم الاجواء ويتخيل المكان اللي انتم فيه. بس خلونا نذكر، يعني امس تكلمنا عن تحديد المنصه اذا انا كنت بدخل في المجال الاعلامي وبختار وسيله اعلاميه من وسائل الاعلام الجديده المتواجده معي، شلون اختار المنصه وعلى اي اساس اختار المنصه الاعلاميه، اختار فريق العمل عشان اتكلم عن مواضيع مؤثره ويكون لي تواجد قوي على منصات التواصل الاجتماعي، فريق الاعداد شلون طريقته، شلون اتعامل مع الكاميرا، شلون اتدرب في طريقه التعامل مع الكاميرا، شلون اشوف الكاميرا يوم عن يوم، اغير من اسلوبي يوم عن يوم، اجيب لي اضيف لي مصور الكاميرا يوم عن يوم، اشوف الفيديوهات اللي اصورها الى ان اطلع للمشاهدين وللمتابعين باسلوب مميز، خاصه في الطله الاولى اللي ذكرناها امس، وشلون ان انا احاول ما تلعثم في الكلام، ارتب افكاري، شلون ما احبط من التعليقات اللي ممكن اشوفها في الكومنتات اللي موجوده على وسيلتي الاعلاميه، شلون ما اتقمص شخصيه شخص ثاني وما اظهر الا بطريقتي انا وباسلوبي انا، عشان انا في المستقبل لما بكون لي قاعده جماهيريه من الصعب ان انا ارجع حق طريقتي وحق اسلوبي، لان الناس بتبتلي بعد ذلك تفقد الثقه فيني. نقطه يمكن انا ما ذكرتها امس او يمكن عرجت عليها بطريقه سريعه، احيانا يعني امام الكاميرا ولا امام المذيع ولا امام الضيف انسى اهم النقاط اللي انا محضر نفسي بتكلم عنها. يعني خاصة لما أكون بنفسي وبروحي قاعد أصور وبنزل محتوى على اليوتيوب ولا على سناب شات ولا على الانستغرام، أحياناً أرتبك وأنسى الموضوع، أو أحياناً أطلع من الموضوع أبرد له مو متذكر إيش الموضوع اللي أتكلم فيه، لذلك لابد من تسجيل النقاط في ورقة جانبية وبخط واضح، ما بقعد قدام المشاهد ولا بقعد قدام اللي يشوفني أغمض عيني ولا أقرب الورقة مني، لا، يا أخليها بجانب الكاميرا فيها نقاط تذكرني بمواضيع اللي انا بطرحها، اللي انا بتناقش فيها، اللي انا بتكلم عنها، فلذلك لابد انه يكون عندي ورقه فيها ابرز النقاط، يمكن النقطه الوحيده اللي بحطها او النقطه الواضحه اللي بحطها، عشان من خلالها انا ببتدي في محور النقاش ومحور الكلام اللي برايح اتكلم عنه. نذكر بعد احيانا او دائما في كل الامور اطالع العدسه، اطالع الكاميرا، اطالع المشاهد من خلال هذه الكاميرا، ما انسى هذا الجانب. خلي المشاهد يحترمني، شلون يحترمني؟ لان انا محترمه وقاعد اطالع. حتى انت لما عندك ضيف في البيت بتكلم طالع مكان ثاني بتقول انا اللي مستضيفني غير محترم. الضيف اللي بتتعامل معاه اذا كنت انت مستضيف احد الشخصيات بيتكلم في جانب معين من الجوانب، هذه لازم انا اعطيه نظراتي، اعطيه اهتمامي، اعطيه تقديري، اعطيه احترامي، علشان الضيف ياخذ راحته في الكلام معي ويكون الحديث بأريحية في أي نقطة أو أي محور أو أي موضوع إن كان، وفي أي وسيلة إعلامية كانت، هذه تنطبق على كل أمور الحياة، يعني في حياتنا اليومية سواء في البيت، في المجلس، في الاجتماع، في مكان العمل، أمام عدسات الكاميرا، الضيف اللي موجود معاي يستحق كل الاحترام كونه يا على وقته، يا على أسرته، يا على أموره، وقعد معاي بيوضح حق المشاهدين، والنهاية أنا المستفيد، إذا كنت مذيع في التلفزيون أنا المستفيد من هذا الضيف بوجود ضيف عنده خبره في مكان معين ولا في مجال معين، حتى لما يكون عندي ضيف في مجال اخر هو يعني في موقعي الاجتماعي وراح يتكلم من خلال منصتي، فانا لازم اطالع باحترام وبتقدير وانصت له وما اقاطعه، وهذه بنرجع بعد حق موضوع المقاطعه لما اكون انا مقدم برنامج، وراح اكون حق المقاطعه بعد لما اكون انا ضيف في هذا البرنامج، شلون اخلي المذيع يحترمني ولا مقدم البرنامج يحترمني. انا في نقطه جدا مهمه واركز عليها خاصه في البرامج
وايضا لابد ان تطبق حتى في وسائل التواصل الاجتماعي. لازم اخلي لي شيء في الموضوع يكون عالق في اذهان المتابع، في اذهان المشاهد. متى ممكن اخليها هذه؟ هل من خلال الضيف؟ هل من خلال الحوار؟ احيانا المشاهد او المتلقي تبقى اخر كلمه انقالت في هذا البرنامج ولا في هذا المحتوى هي اللي تبقى عالقه في ذهنه. فالمقدمات والخواتيم مهمه جدا في ابقاء المشاهد ولا المتابع، ان تكون انت في ذاكرته هذا الشخص، في ذاكره المشاهد مهما كان طبعا، مهما كان يختلف معك في محتوى اللي قدمته، الخاتمه هي اللي بتجرى. انا بحط لكم فيديو تشوفون من خلالها خاتمه مميزه جدا، فيها صوت جميل جدا، فيها طريقه تقديم محتوى جميل جدا، فيها بدي لانجويج، فيها شلون تتعامل كل حواسك مع المشاهد، حتى لو كنت انت امام ميكروفون اذاعه او كنت امام شاشه التلفزيون. وبترك لكم التعليق في طريقه المقدمات والخواتيم وارائكم في هذا الجانب بالتحديد. خلينا نسوي شير حق الفيديو ونشوف معاكم خلينا نسوي شير معاكم لهذا الفيديو ونشوف معاكم طريقه هذه مقدمه ما بتكون خاتمه. وبعدها جهزوا روحكم وبسمع رايكم في هذه المقدمه اللي راح نشوفها، وفي طريقه المذيع وطريقه اسلوبه وتعامله مع الكاميرا وتعامله مع فحوى الكلام اللي بيقوله. انا لازم احس بالكلام اللي قاعد اقوله، مو مجرد رجل آلي قاعد انقل ما يكتب امامي على الشاشه. لا، قبل ما اطلع للمشاهد اكون مراجع الكلام اللي قدامي، حاس فيه قبل ما اتكلم عنه، اعرف اعبر بيدي، اعبر بنظرتي، اعبر باي طريقه إن كانت لفحوى هذا الكلام، مع التركيز على بعض المصطلحات احيانا. يعني بعض تفخيم الصوت يحتاج في بعض المسميات، في بعض المناصب، في بعض الطرق انا احتاج لكل هذه العوامل اللي تساعدني في ايصال وجهه نظري ولا ايصال الرساله اللي من خلال هذه المقدمه اللي راح اقدمها حق المشاهد والمتابع. خلينا نشوف معاكم الفيديو. من قال بأن الموت يبعث الرهبة في النفوس، زر اليمن، قف على بوابة المندب واعطف على قاعدة العند، ثم أمعن النظر جيدا في تلك الأعين كما أمعنت، ستحدثك قائلة وليسمح لي قائلها بالتصرف. نقاتل الموت، لا الصاروخ يرهبنا، حتى نرى الله أو نفدى وننتصر. تلك الحقيقة يرويها لكم وطني عيال زايد، ألم تسمع بهم خبروا؟ شفنا معاكم الفيديو، شفنا طريقة المذيع شلون يتكلم، شفنا طريقة رفع صوته في بعض المصطلحات، في بعض المسميات، شفنا شلون يستخدم يده، شلون يستخدم عينه، شلون يستخدم الإيماءات اللي موجودة في جسمه. أبي رأيكم في هذا الفيديو، كل واحد يعطيني راية في طريقة الكلام، في طريقة الحوار، في طريقة استخدام كل الأمور المتاحة لهذا المذيع. من بياخذ فيك زمان؟ معكم نوف كمال من هيئة الكهرباء. يا مرحبا. السلام عليكم. أولا ما شاء الله لغته متمكنة، اللغة العربية عنده ما شاء الله فصيحة وقوية. وإحنا شجعنا على قوة اللغة العربية، مهمة جدا. نعم، والطريقة الحلوة الأكثر البادي لانجوج عنده، الحركة اللي سواها إنه يأشر على عيونه كانت وايد دقيقة وحركة حلوة منه. وحتى طريقة نبرة صوته انه هو يخفضها وينزلها، وحتى الادب في الطرح، يعني طريقته كانت حلوة انه يسمح لي قائل المعلومة او الكلام، يعني ما شاء الله بعد فوق انه هو ما شاء الله مؤدب. صح. وهاي الاشياء انتباهي يعني. وما عندك ملاحظات سلبية من جانب اخر؟ انت ذكرتي كل الايجابيات، ما عندك اي ملاحظة سلبية من جانب اخر على طريقته؟ بس السرعة، يمكن الله يسلمك، بس السرعة شوي كان مستن يعني، بس هاي الشيء اللي شفته فيه. مشكورة، يعطيك العافية. عافيك، سلمك. نسمع بعد ملاحظة ولا نقطة في هذا اللي شفناه؟ اي نعم، اخو فواز تفضل. اخي علي، طبعا السرعة يمكن شوي كانت يحتاج انه اقل، بس التفاعل يمكن كان اندماجه مع الجو. صح. مع يعني لغته مبين انه لغه سلسه بالضبط، سهله يعني، متمكن جدا من قراءته، واضح انه تدرب قريته اكثر من مره قبل لا يشاهد، يعني حتى المشاهد يشعر انه كانه قاعد وياه مو في التلفزيون يعني. بالضبط بالضبط. ولاحظتوا لما سوى كذي، يعني هذه بعد نقطه جدا مهمه، لما نتكلم واستخدم يدي واستخدم بعد
الإحساس مالي لما أنا أنقل المشاهد سوى بهذه الطريقة. هذه بعد نقطة جداً مهمة لازم نذكرها. طبيعي هو البادي لانجوج مهمة على أساس أن هي تحول النص إلى حقيقة يعني شوي. بالضبط، وتقربك أنت كمذيع أكثر من المشاهد لما تشوفني أنا استعمل يدي. لو أنا كنت أقدم المحاضرة بهذه الطريقة، يعني يا جماعة اليوم عندنا محاضرة في التقديم التلفزيوني، أنت أصلاً ما بتعطيني أنا اهتمام. صحيح صحيح. نعم. مهمة تملل. خلينا نعم. أعتقد. إيه نعم. أتصور بأنه قراءة الشعر ممتازة كانت طريقتها في قراءة الأبيات، والتوقف عند الكلمات المهمة كانت واضحة، ثقة في النفس واضحة جدا أيضا، وربما يكون استخدام العين، يمكن أختلف معاكم، استخدام الأصابع على العين مباشرة وضعها قريب من العين كلش، يعني هذه ربما لا تتناسب، يعني ممكن استخدامها ولكن مو بهذا القرب. يمكن البعض يعتبرها تمثيل زايد، أما بقية الأمور هو متمكن جدا بالفعل. يعطيك العافية والخليل، نقطة جدا مهمة أشرت لها، يمكن مو بالكل كان ممكن لاحظ هذه النقطة. أمين أعتقد فتحت المايك، تفضلي. أمين عندك مداخلة ولا المايك بالغلط؟ عفوا أستاذ فواز، هل تقصد أمين القائد ولا أمين غيري؟ موجود. أمين القائد، لأن أشوف المايك عندك وتجي لك الصورة كأنك أنت عندك مداخلة في هذا النقطة. يلا يسلمك. في البداية بس I raise my hand. وشكرا في البداية على تلخيص نقاط أمس. للأسف أنا الإيميل كان يايني في الجنك فما لاحظته، ما دخلت على اللينك. هل المحاضرة ريكوردد؟ نقدر؟ نعم. بيرفكت، راح تعطونا اللينك على اساس. تسلم تسلم، عساك على القوه، يعطيكم الف عافيه، جدا اقدر هالشيء، شكرا جزيلا. اللي ما يعني ما تمكن من الحضور معنا من وقت امس راح نسخه من حلقه الامس، واللي بعد ما قدر امس لظروف خاصه، واللي ما انتبه حق التوقيت ولا ما انتبه حق التاريخ بعد راح يوصل اللينك. تفضل، اعتقد في مداخله. اخ فواز. والنعم يا مرحبا اخوي. السلام عليكم. عليكم السلام. بالنسبة إلى السرعة أنا أعتقد أختلف وياكم باعتبار أنه يتحدث عن أشبه بالمعركة، فالمعركة تحتاج إلى سرعة، تحتاج إلى حماسة، تحتاج إلى نبرة الصوت المختلفة، تحتاج إلى هذا الارتفاع والانخفاض في الصوت، جذب المتلقي بشكل جعلنا حس بتفاعل المقدم بشكل كبير جدا مع النص اللي قاعد يتحدث عنه، فكان متميز فعلا في الخاتمة المقدم. هذا بالنسبة للملاحظات عندي. شكرا شكرا سيد، يعطيك العافية وما قصرت على هذه النقطة. يمكن كلنا متفقين أن قوة الصوت ونبرة الصوت كانت حاضرة، كلنا متفقين قوة الكتاب، المحرر اللي كتب هذه المقدمة يستحق التصفيق على هذا الكلام الجميل والمعبر وبطريقة مميزة جدا، واستخدام حتى الأبيات الشعرية التي تلائم الحدث، هذه جانب مهم أيضا لازم ننتبه له جميعا. أحيانا نحاول أو نستغل أبيات شعرية، حكمة معينة، مقولة قالت تعزز من المقدمة ولا تعزز من الخاتمة اللي راح أقدمها في هذا البرنامج، مو بعيب ولا بغلط أن أنا أستعين ببعض الكلمات من حكماء من شعراء تناسب طبيعة الحدث. أنا ممكن أتكلم عن حرب، لكن ما بتكتب، ما بجيب شعر عن غزل، ما بجيب شعر عن لازم بعد أنا أختار القصيدة ولا البيت الشعري المناسب اللي رايح يوصل وجهة نظري بطريقة سهلة وميسرة للجمهور وللمتابعين. عموماً النقطة العامة بشكل عام اللي أتكلم عنها، المقدمة والخواتيم هذه لازم إحنا نعتمدها حتى في السوشيال ميديا. لما إحنا بنقدم برنامج معين ولا بنقدم محتوى معين أركز شنو بختم، لأن أحياناً جزء من هذا الفيديو هو اللي راح ينتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا الجزء اللي أنا من خلاله أسوق في المحتوى اللي أنا بقدمه. فلذلك أحرص، يا كانت مقدمة يا كانت ختام يا كانوا اثنين مع بعض، ممكن أنا أدمج المقدمة بالختام في فيديو تسويقي وترويجي للمحتوى اللي أنا قاعد أقدمه، واستعين ببعض الشخصيات المشهورة نشروا هذا الفيديو
وحطوا حسابي عشان انا محتاج لي فولورز لمتابعين اكثر اسوق من خلالها اعمالي واسوق من خلالها المحتوى اللي قاعد اقدمه حق المتابعين. لذلك ركزوا على المقدمه، ركزوا على الخاتمه، مو معناته ننسى اللي في النص اللي بين المقدمه والخاتمه، المحتوى بالتحديد لا، اركز على كل شيء يكون عمل مكتمل، لكن عشان نروج للفيديو مالي اركز على هذه الجوانب المهمه جدا في تقديمي للماده الاعلاميه. راح ننتقل لمحور اخر بعيد عن المحاور اللي قدمناها، اداره الحوار. انا اكلمكم الان كمذيعين، يعني كمذيع انا لما ادخل اي برنامج اكون ملم بمواضيع هذا البرنامج، اذا كان هذا البرنامج يقدم اكثر من محتوى، يقدم اكثر من موضوع في تخصصات مختلفه ما بين الرياضه، ما بين تخصصات اجتماعيه، احيانا بعض البرامج التلفزيونيه تكون منوعه مو مقتصرة على جانب معين، يعني في القناة الرياضية راح تكون البرامج كلها مخصصة في الجانب الرياضي، لكن حتى الجانب الرياضي متشعب في أمور نفسية رياضية، في أمور بدنية رياضية، في أمور فنية جدا بحت ما يتكلم فيها للفنيين والمختصين والمدربين واللاعبين السابقين ممكن يتكلمون عن هذا الجانب. لذلك أنا أكون كمذيع على الأقل عندي background، على الأقل عندي خبرة، على الأقل عندي فكرة عن الموضوع اللي راح أتكلم عنه. يعني دائما نحن نتعمد لما نكون في استضافة أحد الأشخاص أو نستضيف أحد الأشخاص نتكلم في البداية بصورة إيجابية. أنا بشيل الرهبة من ضيفي، ممكن ضيف لي أول مرة يكون معي في التلفزيون، ممكن يطلع في التلفزيون أو يطلع في وسائل إعلامية ثانية، لكن لأول مرة يشوف هذا الكم الكبير من الكاميرات الارتباك بيكون حاضر. يمكن يكون هذا الضيف متعود ولكن صار له فترة ما وجد في الاستوديو بيكون نوعا ما مرتبك. أتعمد المجاملة، المجاملة الرقيقة البسيطة جدا، أمدح لما أقدمه حق المشاهد، مدرب وطني مميز معانا، مو بعيب ولا بغلط لما نعطيه نوعا ما من المديح، أخليه يرتاح نفسيا، أخليه مهيئ لما سيأتي من أسئلة، لما ستأتي من محاور راح أتكلم فيها عنه. لما أستضيف شخصية سياسية، أستضيف شخصية عامة، شخصية مختصة في الجانب الاجتماعي، أقدر أقول عنه مثلاً شخص متميز في مجاله، شخص قادر على العطاء في مجاله، أرحب بهذا الضيف اللي يعني لا متابعين كثر، لا مطالبين بتواجده كثر، لذلك أنا أعطي نوعاً ما من الأريحية وأفتح معاه جانب نفسي، أخليه يرتاح لنفسياً كمذيع. أول ما استضيف الضيف ما أدخل عليه بقوة في أسئلة خاصة جداً وأسئلة محورية جداً، لا أتكلم بالشأن العام، أتكلم بأمور عامة. لما يكون ضيف ممثل لوزارة معينة، جهود الوزارة بشكل عام قبل ما أتكلم في تخصص هذا الضيف، إذا كان مهندس وياني من وزارة الأشغال يعطيكم العافية على جهودكم، يعني نشوف مشاريع كبيرة، نشوف جهود من مميزة من ممثلي الوزارة في هذا الجانب، فهو بياخذ راحته وبيتكلم في أمور أكيد هو بيعرفها. لما أتكلم عن وزارة وجهود عامة بيقول لك والله الحمد دعم من القيادة، دعم من سعادة الوزير، دعم من الإدارات المعينة، فاحنا قادرين ان احنا نقدم الخدمات للمواطنين. وبعد ذلك تدخل معاه في المواضيع اللي تم اعدادها مسبقا او المحاور اللي تم اعدادها مسبقا. نرجع حق موضوع الابتسامه، ابتسم في وجه الضيف عشان هو يقدر يبتسم في وجهك. انت مو في برنامج وجها لوجه جالس انت بتطلع مساوئ هذا الضيف ولا بتطلع عيوب هذا الضيف، ما حبي لك مره ثانيه. اذا كنت مقدم برامج من هذا النوع سواء في التلفزيون ولا وسائل التواصل الاجتماعي، ما ابدا حتى لو كان البرنامج يمكن يهدف لتبيان بعض النقاط السلبيه، بتخلي ضيفي متمكن اذا دشيت عليه من البدايه بيصير رهبه منك، بيصير خوف، بيصير انه هو حائط صد، بيصير جاهز لاي موضوع انت تطرحه، حتى لو كان القصد منه تمدحه بتكون رده فعلها عكسيه عليك. دائما اقول الاسئله المسبقه جميله جدا، ولكن ما يمنع ان الضيف يتكلم وانا اخذ من اجاباته واصيغ اسئله جديده في نفس الوقت. يعني بيكلمني عن مشروع وبيسكت مثلا، احنا عندنا مشروع جسر في هذه المنطقه، ما اصير اروح اقول له زين كلمني بعد عن منطقه ثانيه، زين خلنا في ذي المشروع لان هذا موضوع بعد مهم، كم تكلفته؟ ايش كثر بياخذ له وقت هذا المشروع؟ كم عدد العمال اللي متواجدين في هذا المشروع؟ يعني أسئلة من هذا القبيل. لما استضيف طبيب يعني يتكلمني عن أمراض كثيرة في منطقة معينة ولا في أمراض جديدة داخل علينا في دولنا الخليجية، زين ما بروح أقول له بعد مركز صحي متى يفتتح في هذه المنطقة الثانية، قبل ما احنا خلنا في ذي المحور قاعد يعطيك معلومات حلوة، أخذ منه طلع أسئلة جديدة، يعني
بوق بعض الأسئلة من خلال إجابات الضيف، وهذا شيء مهم جدا، وهذا يثري الحوار ويثري المشاهد، لأن المشاهد وهو قاعد يطالعك تطري على باله أسئلة، فأنت تكون أسئلتك كأنك أنت مشاهد جالس في البيت، كأنك أنت شخص قاعد تشوف وتطري على بالك أسئلة من خلال حديث هذا الضيف. فدائما خلي ذهنك حاضر لما الضيف يتكلم، لا تشغل بالك، لا تسرح. أحيانا يمكن تكون معلومة غلط وأنت عارف إنها غلط لكن ما ردت عليه لأنك أنت مو بحاضر بذهنك في هذا اللقاء، أنت قاعد تفكر في شيء ثاني. المذيع في السوشيال ميديا ولا في الإعلام ولا في التلفزيون لما يدخل الاستديو يتجرد تماما من كل الأمور الخاصة اللي حواليه، من كل شيء كان موجود حتى باب الاستديو. من يدخل باب الاستديو يدخل شخص جديد، شخص ما عنده أي موضوع ثاني غير الحوار ولا غير الضيف اللي أمامه ولا غير البرنامج اللي راح يقدمه، ينسى كل الأمور الخاصة اللي حواليه. فنون الرد، يعني في أمور وايد ممكن نتعلمها عن طريق فنون الرد، نستفيد منها. أحيانا مذيع قدامي يحرجنا ببعض الكلمات أو ضيف قدامي يحرجنا ببعض الكلمات، لازم يكون لما يكون ذهننا حاضر بنعرف الرد عليه، ومثل بنعرف الرد عليه لازم تكون عندنا ثقافة عامة. يعني القراءة اللي ذكرت فيها أمس أنا مهمة جدا، الاطلاع مهم جدا، البقاء على الأحداث أول بأول والاطلاع على الأحداث أول بأول يخليك جاهز. يمكن المذيع ولا ضيف عنده معلومة قديمة، في تطوير على هذه المعلومة، في تطوير في المعلومات، في تطوير في الأحداث عليها، ما طلع عليها. أنت من تبدي يومك تفتح الصحف، طالع المواقع الإلكترونية، طالع منصات الأخبار، على حسب تخصصك وعلى حسب اهتمامك، لكن في المقابل لازم تكون جاهز وحاضر لأي معلومة ممكن تطرح في هذا اللقاء وتكون معلومة غلط، مو بعيب أنك تصححها، لكن حتى التصحيح يكون بطريقة يعني سلسة نوعا ما، فيها ذوق، مو بتوضح لترى أنت ما تدري عن شيء، الناس تغيرت، الأمور تغيرت، أنت تقول لي عن شيء قبل أسبوع واليوم لا غير الموضوع، لا مو بهالطريقة. كلامك صحيح لكن أعتقد أن الآن العدد وصل هالكثر. أي فعلا أنا ما لاحظت الإحصائية اللي أصدرت الوزارة المعنية أمس في الليل، لأن كان عندنا اجتماع ولا كان عندنا ارتباط ولا أنا أنام من وين تخرج من الموضوع بسهولة. أنصت إلى المتحدث معك، أنتم كممثلين للعلاقات العامة أحيانا يعني تم استضافتكم في برامج إذاعية ولا تلفزيونية ولا حتى اليوم على السوشيال ميديا، بعض الحسابات تستعين بأجهزة العلاقات العامة في الشركات ولا الوزارات وتحاورهم بعد موافقة الوزارة ولا الشركة المعنية على وجودكم في هذا اللقاء. فأنصت جيدا للسؤال ولا تستعجل في الرد. خل اللي يسألك يكمل كلامه لأن أنت محتاج لثواني هذه اللي قاعد يسألك فيها، أنت تعيد تفكير إجابتك، تعيد التفكير في الكلام اللي بتقوله، تركز أكثر في السؤال. ربما السؤال يحتوي على معلومة غلط، يمكن يحتوي على مطب ودل السائل يطيحك فيه، فركز على السؤال أكثر وخذ وقتك في الإجابة، مطلوب منك الاستعجال في عملية الإجابة. لا تقاطع المتحدث سواء أنت كنت ضيف ولا كنت مذيع، إذا كنت مذيع لا تقاطع الضيف، خلي يكمل كلام أنت جايب عشان لا تقاطعه ولا جايب تسمع منه معلومة، عندك تعليق انطر عليه خلص علق عليه، إلا في حالة بعض المعلومات مثل ما ذكرت قبل شوي تكون خاطئة أنت ضروري تصلحها عشان المشاهد بعد يعرف أن أنت ملم بالأمور أولا بأول. فلا تقاطع، لا تستفز، لأن المقاطعة تولد استفزاز، والاستفزاز راح ينتهي بالبرنامج أو ينتهي بالحوار إلى أمور سلبية أنت ما ودك فيها. أنت تبي تطلع بشكل مميز كمذيع أو أنت كضيف، تبي تطلع بشكل مميز بشكل فاهم للنقاط اللي تتكلم عنها أو للوزارة اللي تمثلها أو للجهة اللي تمثلها. فلذلك استمع بشكل جيد، لا تقاطع، خل المذيع يكمل ولا خل الضيف يكمل، وبعد ذلك وجه له تعقيبك، وجه له سؤالك على النقطة. أحياناً بعض أسئلة المذيعين تكون طويلة ومتشعبة، يمكن السؤال الواحد داخله 4 أو 5 أسئلة. أحياناً أنا لما بجاوب على هذا السؤال تروح عن بالي بعض النقاط الثانية، مو بعيب إن أنا كضيف أجاوب على السؤال وعارف إن في نقاط بعد يبيني أجاوب عليها بس راحت عن بالي أو راح السؤال عن بالي، مو بعيب إن أنا أقول حق المذيع ممكن بس تعيد السؤال مرة ثانية بعض النقاط بوضحها أنا أكثر، بس ما انتبهت أكثر أو ركزت في الإجابة على جانب وما أبي أغفل جانب آخر، عيد لي هذا السؤال لو تكرمت. على الرحب والسعة المذيع بيعيد السؤال عادي، بالعكس ما فيها أي شيء ولا فيها أي عيب، ولا بيقول لك المذيع أن أنت مركزة ولا أنت مركز معي، لأنه عارف المذيع هو سأل سؤال في نقاط وايد وفي تشعب كثير، فمو بعيب أن أنا أطلب من المذيع أنه يعيد عليه هذا السؤال.
تجنب العناد. العناد صعب يعني انك توصل له، وهذا العناد في حياتنا اليوميه. العناد يولد عناد، يعني بتعاند عيالك بتعاند هلك في البيت، في المقابل هم بيعندون، وفي النهايه انتوا الخسرانين. فالضيف اللي كان عندك موجود لا تعاند، لما تشوفه تهرب من سؤال وانت اصلا برنامجك مو برنامج مواجهه، خلي تهرب من سؤال، خلي تهرب من سؤال. انا ما جاي اواجهه باخطاء عوده وقاعد احاسبه، لاني جلسة محاكمة، هو برنامج في النهاية تلفزيوني ولا برنامج على وسائل التواصل الاجتماعي، بطلع منه بعض المعلومات. تهرب من السؤال، أنا إذا كنت مصمم على الإجابة أعيد صياغة السؤال بطريقة ثانية، لكن مو مباشرة بعد هذا السؤال، أحط له من سؤال وبعد ذلك أرجع له هذا السؤال بصياغة ثانية. يمكن هو ما يكون منتبه ويجاوب على المعلومة اللي ما كان يبي يعطيني إياها. أنا كمذيع أكون ذكي في هذا الجانب، أكون مركز في هذا الجانب، أفهم الضيف ما عنده معلومة أو عنده معلومة وما يبي يفصح عنها معاي في هذه الحلقة بالتحديد، أو يمكن هو مجهز خبر معين يبي ينشرونه عقب كم من يوم، ما عنده أي تصريح إنه يقول هذه المعلومة. أنا كضيف أحس إنه عنده المعلومة ويبي أخرها عني شوية، أنا أخر شوي بعد أمشي معه، ألعب مع الضيف، الضيف يلعب معاي. هذه البرامج وهذه الحوارات تكون بهذه الطريقة، في ما مو بكر وفر، لا لا لا، هي مو بحرب، لكن هي ذكاء شوي من المذيع، ذكاء أيضا آخر من الضيف، بيكون لقاء حلو وبيكون في يعني خبرات إعلامية موجودة أحيانا في هذا الجانب. يمكن بنتكلم عن ثقافة، تكلمنا عنها يعني الثقافة أمر مهم ومطلوب. لا تنرفز كمذيع ولا كضيف، لا تنرفز، خلك ثابت، خل عندك رباط الجيش، خل عندك صبر. أنت مو بكل المذيعين بنفس العقليات وبنفس الأسلوب، وبكل القنوات تبي تطلع محاسنك وتبي تخفي بعض السلبيات اللي موجودة في بعض القنوات. لا، ما تبي المحاسن. بعض القنوات ولدت عشان تبين السلبيات، ولدت عشان تعمل إثارة، ولدت عشان تبين أن أنت غلطان، يبينك عشان تبين أن أنت غلطان وأن أنت ما تشتغل ولا أنت ما تنتج وأنت ما عندك إيجابيات أصلاً. فتعمد، تعمل تكون هادئ راكد مبتسم احيانا، ترى هذه الابتسامه بعد يمكن حتى المذيع يا يجهز هو يبي يطيحك في مطب، انت بابتسامتك بهدوءك بعقلانيتك، لان انت في النهايه في تلفزيون ولا انت في النهايه في وسيله اعلاميه. المذيع مرده بيتغير، لكن انت بتبقى عالق في ذهن المشاهد، ما يعرف يتكلم، ما يعرف يرد، عصب، ما عنده حجه، لان الصج ترى ما عنده شغل، لان الصج ما عنده انتاج. لا لا لا، خلي يسأل وخلني هاد، لأن أنا عارف خلفية، عارف خلفية هذا البرنامج، من الهدف منه أهدأ وأجاوب بهدوء وأفكر قبل الإجابة وأفكر ما بعد الإجابة. أحيانا إجابتي أحيانا تولد سؤال حق المذيع، فأنا أخلي المذيع بعد يروح حق جانب آخر من خلال إجابتي أنا. هذا الذكاء أحيانا لما يكون من الضيف موجود داخل الاستديو يصير صعب على المذيع. المذيع يقول أنا من وين أدش للحين هذا الضيف، أروح لمني أعطيه طريقة ثانية مني. فلازم أنا كضيف أمثل جهة معينة، أكون هادئ في إجابتي، أركز في اللي بقوله، هل الكلام اللي بقوله بيفيدني، هل بيفيد الجهة اللي أنا أمثلها، ولا الكلام اللي بقوله ممكن يفسر تفسير خاطئ. أحيانا بعض الجمل تفسر أو لها أكثر من تفسير، أنا أبتعد عن بعض الجمل وبعض الكلمات اللي ممكن يكون لها أكثر من تفسير. أكون كلامي يكون كلامي محدد موجه مباشرة بالطريقة اللي أنا أبغيها إلى الهدف اللي أنا بوصله من خلال تواجدي في هذا البرنامج. لا تدافع، احيانا الجهه اللي جاي تمثلها ولا المكان يكون في اخطاء واضحه للعيان، او تكون في ملاحظه من قبل متصل مشارك في هذا البرنامج. اذا انا وقفت موقف المدافع والمحامي والجاهز للدفاع عن اي نقطه، فانا خسرت القضيه. احيانا انا بعد اكسب المذيع ولا اكسب حتى المتصل ولا السائل ولا الشاكي ولا والله هذا جانب احنا كنا نفكر فيه، بس انت سبقتنا في هذا الجانب، أنا بهذه الطريقة كسرتها. أنت فكرتك جدا ممتازة، ويعني إحنا قبل كم يوم كنا نفكر في هذا الجانب وكنا نفكر في أفكار خارج الصندوق، وأنت فكرتك من الأفكار هذه أنت كسرتها. اللي متصل كان جاي متصل عنده يعني قلبه متروس عليك، عنده نقاط يبي ينهيك، لما تيره بهذه الطريقة وتقول له والله أنت إنسان رائع في هذه النقطة، ما توقعت أنه ممكن من المداخلات تكون بهذه الطريقة، راح يهدي، راح يركض، راح يمكن يكون في صفك لما أنت مدحته، لما أنت عطيته حقه، عطيته قدرة من الاهتمام والانصات، راح يكون في حقه يقول لك أشكرك يعني على ذوقك وعلى كلامك،
في نقلك لهذه المعلومة وفي هذه الطريقة. هذه أغلب النقاط لما نكون فيها كمذيع، وبعد تركب أن أنا أكون فيها في ضيف أو كضيف في أي برنامج إن كان أو في أي مؤسسة أمثلها كانت، حتى أقدر من خلالها أن أوصل للمشاهد بطريقة مميزة. بروح النقطة جدا مهمة، كون نمثل أجهزة علاقات عامة وكون نمثل واجهة للمؤسسة اللي نعمل فيها، مؤسسة نقصد فيها منشأة، هي وزارة، هي تجارة، هي خاصة، هي عامة، أحيانا تطلب مني إعداد تقارير، تقارير تلفزيونية أو تقارير إذاعية. هذه التقارير تنقل المشاهد ولا المستمع إلى مكان الحدث. مثلا على سبيل المثال، لما كنا أنا خلقتها وزارة التجارة، لما كنت أنا موظف في العلاقات العامة وعندي رسالة أسبوعية للإذاعة ولا للتلفزيون أنقل فيها أسعار الخضروات والفواكه والسوق وأحوال السوق، طبيعي جداً أن أنا بيكون مصدر الرسالة أو موقع رسالة تلفزيونية ولا إذاعية من وسط الحدث. ما بتكلم عن أسعار خضروات وفواكه وأنا قاعد على البحر أتمشي أصور للمشاهد، طبعاً لا. حتى المشاهد يقول شو السالفة، يعني الخضروات يبونها هني يبيعونها هني، لا طبعا. أودي معاي المشاهد ولا المستمع إلى موقع الحدث، أروح السوق المركزي. إذا كانت الرسالة إذاعية أرفع على الصوت الباك جراوند وأطلع صوت الباعة واللي موجودين في السوق واللي صوت على الخضرة واللي صوت على الفواكه والمشتري قاعد يسأل كم الكيلو. هذه الأصوات تفيدني في تقريري الإذاعي أو التلفزيوني. التلفزيوني بيكون أسهل نوعاً ما، لأن أنا بانقل الكاميرا إلى موقع الحدث وبسوي رسالتي التلفزيونية من وسط السوق، من وسط المحلات التجارية، من وسط المتواجدين في السوق. فالرسالة الإذاعية كذلك أنقل المستمع إلى الموقع اللي أنت فيه، خلّه يعيش الحدث، خلّه يتخيل أنت في وين قاعد. وطبعاً التخيل ما بيكون موجود إلا من خلال الأصوات اللي قاعد يسمعها. هذه جداً مهم، هذه جدا مهم. وتدرب، يعني انا ما بروح السوق وبمشي ولا انا طايح على دتش موجوده ولا على حصان موجوده ولا على عائق ولا سور معين، انا بعد اكون مركز. وهذا الكلام ينطبق حتى حق مذيع الاستديو، لما يكون داخل الاستديو مطلوب منه انه يتحرك في الاستديو، ينطل على الفيديو وول، الفيديو وول اللي هو الشاشه الكبيره اللي موجوده في الاستديو، يبي يتكلم ويبي يشير على بعض النقاط المهمه اللي موجوده على الشاشه. فلذلك أنا مطلوب مني إن أنا قبل ما أبتدي وأطلع على الهواء ولا أطلع ريكورد وتسجيل للبرنامج التلفزيوني اللي أنا فيه، أخذ لي جولة، أخذ لي براكتس، أخذ لي تمرين على نفس خط المسار اللي بمشي فيه، وأنا أقدم هذه المعلومة للمشاهد ولا للمستمع. برويكم بعض الفيديوهات أو فيديو واحد بالأحرى لبعض لمراسل تلفزيوني خارجي ولمذيع استديو داخلي. أنتم يمكن شفتوا هذه اللقطات في قنوات لها ثقلها ولها مكانتها، لكن أحياناً تكون خارجة عن الإرادة، أحيانًا تكون متدرب وعارف طبيعة الاستديو ومتمشي فيه أكثر من مرة، لكن ما يمنع أن أنا أقول لك بعد لما تكون أول مرة بتمشي في هذا الموقع، خاصة في المواقع الخارجية، لازم تكون جاهز لأي حدث معين، تتمرن على المكان وابتعد عن الأماكن الخضراء، لأن الفيديو اللي بيشوفونه بعد شوي في مكان يعني ما يمشي عليه حتى العابر لهذا الدرب، فما بالك بمذيع مركز في الكلام اللي بيقوله، يود المايك ويطالع الكاميرا في منطقة بعيدة. فهذه يعني الخطأ وارد 99.9%. خلينا نشوف معاكم، نسوي لكم شير للفيديو ونشوف معاكم هذه اللقطة، شير فيديو، خلينا نشوف معاكم هذا الفيديو وشوفوا معانا الأخطاء اللي موجودة فيه. تركي إذا مطول الفيديو ممكن نعطي إضافة. أي تفضل. طبعا فهد بوشيري، يعني أنا سمعت صوته عرفت قبل ما أقرأ الاسم موجود على الشاشة. فهد بوشيري زميلنا ومقدم برامج تلفزيونية على قناة البحرين الرياضية، واللي أمس سألني عن الجانب الرياضي، فهد ملم جدا بالجوانب الرياضية وخاض العديد من التجارب في القناة الرياضية، ولا زال طبعا يقدم الاستديو التحليلي للدولي ناصر بن حمد ممتاز لكرة القدم، وأيضا معد برامج مميز جدا. تفضل عبد الرحمن. يعطيك العافية، وبصراحة يعني أنا دائما أحاول أستفيد منك يعني، وهذه إضافة طبعا جميلة إن نتعلم عن بعد في هالزمن. وبخصوص يعني اختيار الموقع، ساعات أنا يعني وردتني بعض الأفكار يوم قلت إن اختيار الموقع، ترى يعني الموضوع مو بالسهولة اللي قاعد يشوفها المشاهد، إن اختيار الموقع يكون يعني دائما مرن، أو إنه يعني
بمنتهى السهولة اللي يتوقعها المشاهد. أنت تحتاج أنك مثلاً تهيئ الطاقم اللي قاعد يشتغل معاك على الظروف اللي موجودة، تهيئ الضيف اللي راح تتكلم وياه، تعطيه فكرة عن الموضوع. ودائماً دائماً أول سؤال بيسألك الضيف شنو بتسألني؟ يعني ساعات السؤال هذه تتحس أنه يعني أقل أهمية من الحدث اللي صاير نفسه، لأن أنت قاعد في مكان ممكن أنه هو خلاص يفهم السؤال بدون ما تسأله أنت، هو يقول لك عطني الأسئلة اللي أنت بتسألني إياهم. فتهيئ نفسيتك أنت أولاً على مفهومية الضيف، على مستوى الإدراك اللي عنده. أنت في مكان عام مثلاً ممكن تلاقي ناس أنت ما تعرف تقدر شنه مستوى الاجتماعي، وايد أمور لازم تقيسها قبل أن تتكلم مع الشخص اللي جايبه. وثاني شيء إذا كانت الأجواء المحيطة فيك تساعدك على ذي الشيء، هل ممكن يكون في إزعاج؟ أحياناً يكون مكان مفتوح، في هواء، في مطر، أي عوامل بتكون يعني لازم تتكيف معاها. فنتمنى التوفيق طبعاً لكل المشاركين، وأن يعني تهيئ لهم الظروف المناسبة. يا مرحبا فيك يا عبد الرحمن، واشكرك على هذه الإضافة اللي فيها يعني جوانب جدا مهمة، خاصة للمذيع لما يكون في المجال الرياضي، ولا خاصة لما يكون يقدم بعض البرامج اللي فيها التنقل في المدرجات. احنا عارفين طريقة المدرجات ان هي طريقة صعبة والتنقل فيها صعب ما بين المقاعد المتخصصة او الخاصة للجمهور، فممكن المذيع يتعرض لعرقلة احيانا، ممكن يتعرض ل سقوط المايك من يده، حتى المصور عنده مشكلة في هذه المناطق المزدحمة أحياناً صعب التعامل فيها. وانت مريت بهذه الظروف، ولما كنت تواصل مع الجماهير والروابط الجماهيرية فأحياناً تكون صعوبة في عملية التنقل، وتكون حذر جداً خاصة لما تكون على الهواء مباشرة. يعني في أي سقوط، في أي عملية لا قدر الله أنك تعرض للإعاقة الغير متعمدة، راح تبقى هذا الفيديو أو يبقى هذا الفيديو موجود ويتداول ما بين الناس. يعني دائما انتقي الاماكن اللي انت كمذيع ممكن من خلالها تعمل تقاريرك. يعني انا يمكن الفيديو اللي الحين صعبه قاعد يحاول المهندس المختص انه يرفعه ويعمل له شير للجميع، في احد المراسلين التلفزيونيين في احد القنوات الفضائيه راح لممر او معبر ما بين ضفه وضفه، وفي الوسط نهر بسيط او ماي مجرى ماي صغير، خشبه صغيره جدا موجوده، صعبه انت بدون اي تركيز ولا بدون أي انتباه تسقط من هذه الحجارة، فما بالك أو القطعة الخشبية، فما بالك إذا أنت كنت مذيع وقاعد تركز مع التلفزيون. أعتقد أن المشكلة انحلت عندنا، ونعمل شير حق الفيديو وشوفوا معاي بعض الأخطاء اللي يقع فيها المذيع. إلى متى ستستمر هذه الموجة الماطرة؟ يوم الاثنين نلقى نظرة أيضا على أوامر ما قبل افتتاح. أحبة المشاهدين، انتظرونا على شاشة العرب. هذا الفيديو أعتقد واضح للجميع، وشفتوا معاي الأخطاء. يمكن أنا بقول اللي بالتأكيد غير متعمدة في الفيديو الأول والثاني اللي كانت فيها المذيعة تتجول داخل الاستديو وسقطت، هذه غير متعمد. لكن أنا في وجهة نظري الفيديو الثالث هذه أنا أعتبره متعمد. لما أنت بتمشي في هذا المكان بهذه الطريقة بهذه الصعوبة بهذه وعارة الطريق، أكيد بلا شك أن العملية راح تكون 100% فشل ذريع. أنا أسمع مداخلاتكم عن هذه الفيديوهات الثلاثة اللي شفناها من نبتدي معاه. هو خليل دائماً المبادر. تفضل محمد. يعني مكان حق يعني ذوك الثالث كان يعني موقع غلط، يعني مو باللي تحت النهر أو شيء، يعني المفروض ما يختار ذي المكان أصلاً يمشي عليه، يعني يكون في الضفة الثانية ويوقف ويتكلم وتمشي على الضفة نفسه، ما يحاول يعبر. هذه حتى لو بدون ما كنت جاي تعبر من مكان لمكان ما بتعبر على ذي الشيء، صح؟ صح كلامك. اللي تابع الفيديو معنا وشاف الفيديو هل عنده أي تعليق على أنا أخوي فواز؟ يا مرحبا، الله يعطيك العافية وما قصرت على هالمحاضرة للأسف. أمس ما قدرت أني أدخل بسبة خلل في التقنية، لكن إن شاء الله نحصل على الرابط وترسلوا لنا. الله يعطيك العافية. أنا أقدم أحيانا لقاءات في سباقات القدرة وما شابه،
احيانا من السهوله ان انت تحصل موقع يتناسب مع الصوره اللي بتطلع للمشاهد ومع الظروف الجويه، مع مناسب لك انت كمقدم ومناسب ايضا للضيف. لكن احيانا ما تقدر تحصل هذه الظروف الملائمه للجميع، لك انت كمتحدث او مراسل ولا للضيف وللظروف المحيطه. فاحيانا تحصل مثلا الشمس تكون طاقه في وجه الضيف ما يتحمل، درجه الحراره مرتفعه ما يتحمل. تعانون منها انتم في القدر اخوي ناصر، صح؟ هذه نعاني منها. واحيانا اخوي فواز، احيانا يعني المراسل المتميز احيانا يدخل في اماكن صعبه، قريبه من الخيل، قريبه من كذا، تحتاج الى مغامره، مكان في ماي، في نقعه ماي. فمن وجهه نظرك استاذ فواز، اذا كان الموضوع يحتاج الى قليل من المغامره، هل تنصح المراسل انه يغامر علشان يطلع بلقاء متميز، ولا يعني يخليه يمشي في السفتي ومكانك سر؟ انا بعطيك ناصر، اشكرك على هذا السؤال الحلو. انا بعطيك وجهه نظري في عمليه المغامره. انا مع المغامره، مع يعني وجود لقطات متميزه جدا تفيدني في البرنامج وتفيد المشاهد وخلي المشاهد يكون في علاقه ما بينك وبين علاقه وطيده عن طريق هذه المغامرات. لكن المغامره لما تكون على اللايف هذه صعبه جدا، هذه خطره جدا، نسبه الخطا فيها 90% 80%، حتى نسبه الخطا 40% لما اغامر على الهواء مباشره. صحيح. اغامر لما يكون تسجيل، التسجيل انا ممكن اعيده مره ومرتين واطلع التقرير في مغامره وفي نسبه اخطاء بسيطه جدا ما يمكن يلاحظها المشاهد. فلما يكون عندي رساله يوميه، يكون عندي برنامج تسجيلي فيها مغامره، اجرب المغامره، ليش ما اجرب المغامره؟ انا بسوي تقرير مثلا عن الخيل وبدخل داخل الاسطبل مع الخيل، فيها مغامره، ما اقول لك ما فيها مغامره. اذا كان لايف لا، خلي اللقاء برا، خلي الخيل يكون واضح في الصوره وطالع في الصوره، صوت الخيول وبعض الخيول تمشي مثل ما ذكرت في بدايه حديثي، ان انا انقل المشاهد الموقع اللي انا اتكلم عن الشيء المعين فيه، اتكلم عن الخيول اروح اسطبل الخيول، اتكلم عن السوق اروح السوق واخلي الصوت وراي. في مغامره بدخل في مجال، انا ما دام انتي طالع الخيول فاحنا دخلنا معاك في الخيول. فاذا كان في خيل مثلا احيانا بعض الخيول تمر بعصبيه، تمر بنرفزه، اللي تكون اللي مستعد للانطلاق في السباق تكون في ذروه النشاط، فهذه من الصعب انك تقرب منها وعندك المايك والخيل يعني يهاب من الاشياء الغريبه ولا اللي اول مره يشوفها، فتلاقي بتنرفز اكثر. فلذلك انا ابتعد عن المغامره على الهواء مباشره واخليها تسجيل، التسجيل بعيد لو غلط ما بتروح حق المشاهد باللقطه اللي انا ما بيها توصل. نعم اخوي فواز. تسلم اخوي ناصر على هذا السؤال، تفضل. الله يعطيك العافيه. تسلم. طبعا الاخطاء ممكن ان هي تحدث بشكل يعني او باخر، هذه الاخطاء حدثت وستحدث وستستمر، يعني هذه الشغلات ما دام هي مباشره فلا بد ان احنا راح نشوف هذا النوع من الاخطاء يقع فيها، كون هذه اخطاء بشريه طبيعيه. صحيح. ولكن على اساس نبتعد عن يعني قدر الامكان نقلل من الاخطاء او الاخطار، ممكن يكون يعني النساء الثنتين اللي كانوا يقدمون يمكن يكون اي يعني انا اقصد يمكن يكون يتجنبونه من خلال الحذاء مثلا، لبس حذاء لان في حركه، او اللباس نفسه مثلا ممكن يكون اسهل حق عملية الحركة، السرعة مثلا يحافظون على السرعة، المشاهد من الأمام لأنهم كانوا يتحركون هم طالعون الكاميرا، فكل هذه الأخطاء على أساس يتجنبونها يمكن نقللها، ولكن نحذفها تماما أنا أتصور أنها صعبة جدا كونها هي شغلة مباشرة وهي أخطاء بشرية ممكن تحدث في أي وقت. موضوع الجسر أنا أتصور أنه حب، يعني أنا ما أتصور أنه تمثيل، وحتى لو هو كان تمثيل يمكن يكون فيه هدف الإثارة، وهدف الإثارة هذا موجود في بعض القنوات إنهم على أساس يكون هذا المشهد مثير ويحصل مثلا مشاهدات أكثر أو شيء من هذا القبيل، فبالإمكان أيضا أن هذه تكون موجودة. جمال الحدث إنه يكون مباشر وتلقائي، يعني الأمور إن احنا نحاول نبتعد قدر الإمكان إن نسوي تقارير إلا مسجلة، فهذه مهما يكون المشاهد يعرف ان هذا مسجل او مباشر، المباشر يعطي حيويه اكثر، يعطي انطباع اكثر على التلقائيه،
وهذا يعطي المشاهدات أكثر ويعطي حيوية ويعطي تفاعل مع القناة بشكل أفضل. صحيح 100%. ولكن أحياناً أخوي خليل أنا أتفق معك في كل ما ذكرته، ويمكن أختلف في جزئية بسيطة من خلال كلامك. البرامج الحوارية ولا حتى البرامج التلفزيونية أحياناً بما أنك أنت تبي تنقل الحدث بشكل مباشر وتبي تعيد نقله مرة ثانية في نشرات أخبار، ونشرات الأخبار لها وقت معين، فأحياناً هذا الحدث له وقت أيضاً ثابت ما يمكن تغييره، لذلك أنت أبروح على موقع الحدث وبسوي من خلاله تغطية معينة ولا تقرير معين عشان أعيد بث في نشرة الأخبار المعينة ولا في البرنامج اللي راح يعرض في الوقت الفلاني أو الوقت المعين. لذلك إحنا البرامج التسجيلية أو التقارير التسجيلية جزء لا يتجزأ من عمل الإعلام في كل القنوات الفضائية المحترفة والمخضرمة والكبيرة والمهتمة والمتخصصة، جزء لا يتجزأ من عملها التقارير المسجلة بالإضافة إلى التقارير المباشرة. يعني في كرة القدم تدريبات فريق معينة، تدريبات في الفترة المسائية، أنت عندك برنامج الساعة 10 بالليل، من الصعب تقول حق الفريق تعالوا تجمعوا وتدربوا عشان أنقل أو أعمل تقرير لكم بشكل مباشر وأنقل على التلفزيون بشكل مباشر. لا، أنا بيروح المذيع بيعمل لقطات، المصور بيأخذ لقطات من التدريب، بيعمل لقاءات مع اللاعبين مع المدرب، وبعد ذلك أعيد بث في البرنامج الكروي اللي راح أعرضه على التلفزيون ولا على القناة المعينة. لذلك البرامج أو اللقاءات أو التقارير التسجيلية عمل مهم جدا وعمل مستمر، ما راح ينقطع، ما راح يتوقف، ما راح يعني يدخل عليه عملية التطوير وكل التقارير لازم تكون لايف. لا، بعض التقارير حق مواقع معينة فيها حدث معين، فيها عملية إزالة، عملية هدم، عملية، هذه كلها تكون في أوقات معينة وانت برامجك في أوقات أخرى. لذلك لابد من عمل التقارير التلفزيونية المسجلة وإعادة بثها حسب وقت البرنامج المعين. السلام عليكم. عليكم السلام. في عندي مداخلة بس بخصوص اللي هو الفيديوين اللي شفتهم. تركنا مسكين المذيع، يعني المذيعين المذيعات ثنتيناتهم كان يعني عندهم مشكلة في التنقل. المفروض حتى هندسة الديكور تكون يعني الأرضية مناسبة حق هاي النوعية من البرامج، لأن المذيعة كانت متحمسة إن هي تأدي الخبر بصورة يعني مباشرة، وإن هي تكون في يعني حركة. هم لا، حطوا له نفس الستب، هاي الستب خلتها تطيح. الثانية نفس الشيء في الشاشة، يعني ما كان في شيء، إن هم لازم المفروض الأرضية تكون مستوية مسطحة، ما تكون فيها يعني عوائق. فعشان كذي إحنا المفروض إن بعد حتى هندسة الديكور في البرامج، في هاي النوعية من البرامج المباشرة، لازم ان احنا يعني نحط بعين الاعتبار ان المذيع راح يعبر، راح يمر، راح يتحرك في هاي المكان، فلازم ان يكون الديكور مناسب. صحيح 100% كلامك صح. انا ليش قلت في بدايه حديثي بعد ان لازم انا اكون ماخذ تجربه على المكان اللي راح اقدم فيه البرنامج ولا اقدم فيه النشره، ومطلوب مني ان اتحرك، ما اكون مذيع ثابت. لذلك أنا أجرب مرة ومرتين وثلاث، وأنا متأكد أن اللقطات اللي شفناها في البداية حق زميلات من المذيعات كانت مسوينها أكثر من مرة، يمكن طالعين أكثر من 1000 مرة على الهواء وما تعرضوا لهذا الشيء. لكن في هذه المرة سبحانك يا رب شاءت الأقدار، وشاءت أقدارنا إحنا عشان نعرض مثل هذه الفيديوهات، أنه يكون في مشكلة في عملية التنقل ما بين موقع وموقع داخل الاستوديو الواحد. لذلك أنا أقول لك، أنا كمذيع إذا مطلوب مني أو المخرج طالب مني إن أنا تنقل وتحرك وأكون على الهواء في نفس لحظة التنقل، لازم أجرب مرة ومرتين وثلاث، يمكن أشوف واير ما كنت منتبه له وانتبه له وأنا على الهواء، ممكن أتأكد من في يعني ستيب أو خطوة لازم أنتبه لها وقت اللي أتنقل. لكن الأخطاء واردة حتى لو أنا تدربت عليها. أنا حطيت هذه المذيعات أو حطيت زميلات المذيعات في هذا الاستديو عشان أرويكم إن هذه ممكن، لكن هذا كان ممكن أن تتلافاه، ما كان في داعي أن تروح إلى المنطقة. روح صور في المنطقة، لا تمشي على الجسر الخشبي، ما في أي داعي لأنك تتواجد فوق الجسر الخشبي. وإذا طرتك الظروف مطلوب منك أنك تكون فوق الجسر الخشبي، أخوي عبد الله كاتب يمكن تمثيل، يمكن تمثيل، لكن في شفنا أخطاء من قبل المذيعين أو مراسلين تلفزيونيين تواجدوا في موقع الحدث ومروا بأخطاء كان ممكن تفاديها. فالأخطاء اللي ممكن تفاديها تفاداها، أفضل لك أنت وأفضل حق الجهة اللي قاعد تنقل لها، خاصة إذا كان النقل بطريقة مباشرة. مطلوب منك توقف على الجسر، أوقف لا تتحرك. أحياناً الظروف تحكم،
الظروف تغير بعض القواعد في العمل التلفزيوني، اكسر هذه القاعدة وأوقف، أوقف ومسك المايك وتكلم، بيّنت أنت على جسر خشبي خطر حق المارة ممكن يقعون فيه، لازم أنت تقع عشان توضح خطورة الجسر حق الجهات المعنية ويوني ينشئون جسر شارع مشكلة فيه، لازم أنا أسوي حادث عن طريق تقرير تلفزيوني عشان أبين حق الجهات المعنية ترى هذا الشارع خطر. أبداً ممكن أنا أعتمد على النسب والإحصاءات الرسمية اللي كان فيها سقوط اللي كان فيها حوادث على نفس المنطقة، أوقف على الجسر، أوقف على ضفة من الضفتين اللي موجودين على هذا الجانب وأصور من خلالها تقرير. ممكن أستاذ؟ تفضل. طبعا تفادي المخاطر عاده اللي تصير او الاخطاء، بالامكان ان المذيع او المقدم يزور موقع التصوير قبل على الاقل ساعه ساعتين، يعرف يعني ابعاد اللوكيشن اللي بيصور فيه، الفكره يمكن تصير كيف انه يبدا فيها، خاصه اذا كان مباشر يعني صعب ان انت على الهواء وتطلع عندك مثل هاي الاخطاء. صح صدقتي علي، لازم يزور اللوكيشن، يعني بعض المواقع المخرج ما بيلك فيها بيقول لك انا باخذك من دي الموقع، فيكون الحكم لك انت كمذيع والحكم للمصور اللي قاعد، اذا كان مصور مميز مصور مخضرم مصور فاهم شغله عامل اكثر من تقرير سابق فهو عارف خطوره المكان، وهذه احيانا بعض الامور ما يحتاج لها خبره، عارف ان هذا الجسر خطر جدا وهذا مو جسر من الاساس، فلذلك يعني احنا حطيناه كمثال، ولكن هذه الامور أحيانا الواحد يبتعد عنها عشان ما يقع في هذا الإحراج اللي وقع فيه. مطلوب منك، أنا كنت أتكلم قبل شوي عن الذهن الحاضر كمذيع والذهن الحاضر أيضا كضيف موجود في أي برنامج معين، أحيانا وأنت مقدم أو أنت إعلامي قاعد تقدم مادة معينة، الخبر اللي أمامك أو التقرير اللي أمامك قاعد تقرأ وقاعد تبين المشاهد صارت في مشكلة فنية تقنية، انقطعت كهرباء أو انقطع الجهاز نفسه اللي قاعد تقرأ من خلال الخبر، أنت هني من اللي بيشيلك؟ ثقافتك بتشيلك، حسن تصرفك بيشيلك، طريقة تفكيرك، ممكن قراءتك أنت المستمرة للخبر نفسه واستعدادك لنشرة الأخبار ولا للبرنامج اللي بتقدمه، عارف أنت شنو مضمون هذا الخبر، ممكن أنت تنقذ الموقف عن طريق تكملة الخبر من ذهنك اللي حضرت من الأساس فيه وقريت من خلال الخبر، راح تنقذ الموقف، راح تبين أن أنت بصورة مميزة. أحياناً بعض المذيعين أو هذه الموجود يعني الخبر نفسه اللي تقرأ أمامك على الكاميرا موجود عندك في الأوراق، لذلك هذه الأوراق مطلوب منك أن أنت تكون ايضا يعني مواكب للي قاعد تقراه، مو بمجرد اوراق انا اقول ما بستخدمها وما قد مره اخترب الجهاز وما قد مره تعرضت لموقف، لا ممكن تتعرض لموقف في اي لحظه كانت، عشان شديد الاوراق لازم انت وانت قاعد تقرا النشره صبعك يكون على السطر اللي قاعد تنتقل له من السطر الى الاخر من الجمله الى الاخرى، لو في حاله مريت بهذا الموقف على طول انت صبعك واصل عند السطر اللي كنت تقراه من الشاشه فتنتقل مباشرة وتكمل من الأوراق اللي أمامك. تدريبك أو قراءتك لنشرة الأخبار أو للبرنامج اللي تقدمه وعارف كل محتوى أيضاً بيخليك تنقذ الموقف وبيخليك تواصل في تقديمك للبرنامج. أحياناً الفيديو الخاص بهذا الخبر اللي قاعد تقرأ أو بهذا التقرير اللي قاعد تقرأ مو بجاهز أو في خطأ من المخرج نفسه، حط فيديو ثاني أنت بعد بخبرتك بحنكتك ممكن تتصرف وتنقل الموضوع إذا كان موضوع مو سياسي مو صعب تحول إلى موقع أو إلى موضوع ظريف جدا وتنقل المشاهد من إلى وما توضح له ولا يبين إن عندك مشكلة عودة وما عرف تتصرف. أنا بعمل لكم شير إلى فيديو راح نشوفه معاكم حق طريقة تعامل المذيعين في مثل هذه اللحظات، وهذا اللي بحط لكم فيه أخطاء، بحط لكم اللي فيها أخطاء وشوفوا بنفسكم وأبدي وجهة نظركم في تعامل المذيعين مع مثل هذه الأخطاء وحسن تصرفه وحسن إدراكه للموقف وكيف تصرف وهل كان تصرفه سليم من خلال نظراته من خلال طريقة مواصلة الخبر من خلال الحل اللي قدمه كمذيع على الهواء مباشرة. الحلول اللي عندك بسيطة وانت على الهواء لازم تستغلها، لازم تستغل أسلوبك أنت في طريقة حل هذه المشكلة. بنشوف ثلاث فيديوهات وبعدها بنترك المجال للنقاش عشان نوصل لختام المحتوى اليوم. أنا ضفت عليها هذا الجانب لأنه كان الجانب الأولي هو الأهم اللي تناقشنا فيه بالأمس وتكلمنا فيه عن طريقة التدرب على الكاميرا وأسلوب التعامل مع الكاميرا.
أنا ضفت لما شفت العديد من الأخوان مثل ما قلت في البداية والأخوات اللي متواجدين مثل جهات رسمية وجهات حكومية وقطاع خاص، لذلك أنتم ممكن كلكم تتعرضون لهذا الجانب، أو أي شخص طالب وده يدرس إعلام وده يكون مقدم نشاط الأخبار. خلينا نشوف هذه اللقطة معكم. مسؤولين وفاعلين اقتصاديين، لقاء أول كان هذا الصباح مع رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران. دمتم بخير. هذا الفيديو الأول، خلينا نشوف الفيديو الثاني. بتيزنيت انطلقت صرخة امرأة مسنة من أمام المحكمة الابتدائية للمدينة، أو نتحول إلى هذا العمل الفني بعد عمل الكوبل الذي لاقى نجاحا جماهيريا كبيرا. الفنان والكوميدي حسن الفد يعود مرة أخرى بالرباط، هذه المرة ليعرض ون مان شو بعنوان عين سبع. رفورتاج إبراهيم حبوب وتحرير لبشرى. شفتوا معي الفيديوهين وشفتوا للمذيعين اثنين، وحين أبيكم مرة ثانية تدخلون وتتناقشون في اللي شفتوا، وين الخطأ اللي كان من المذيعين، وكيف كان تصرفهم، وشنو المفروض إنه يكون تصرفهم في مثل هذه المواقف. السلام عليكم. المذيعين اثنيناتهم ما كانوا جاهزين، يعني خصوصا الثاني يقلب في الأوراق ويقرأ ما يتابع مع الكاميرا، مو جاهز. لازم قبل ما يدش لازم يكون قارئ، يعرف ايش بيقول، جاهز، مو يقلب بين الأوراق بين كل فترة، لأن هذا يسبب ارتباك وينزل المتابعين. لأن إذا أحد بيطالع أخبار ومرتبك المذيع نفسه في قناة ثانية تعطيك مذيع أفضل. صح، 100% كلام سليم. تفضل أخوي ناصر. الله يعطيك العافية. أنا أعتقد أستاذ فواز هذا يعتمد اعتماد كامل على سرعة البديهة، بديهة الإنسان. الإنسان بعض يعني بعض المقدمين عنده سرعة بديهة بالفطرة، فهو قادر على يعني التماشي ويعني يمشي السفينة مع أي موج، مع أي ريح، مع أي يعني مشكلة تحصل. وبعضهم للأسف الشديد شخصيته ضعيفة، لكنه كقارئ قارئ ممتاز، مقدم ممتاز، إذا يمشي على نفس الخط اللي هو تدرب عليه، من تغير شيء يعني ما يقدر يعتمد على نفس الارتجالية عنده، ضعيفة جدا. أنا هذه من وجهة نظري يعني. يعطيك العافية. يعطيك العافية. الله يعافيك. الله يعافيك. تفضل يا أختي زهراء. مرحبا أخوي فواز، معكم زهراء طالبة إعلام في جامعة البحرين. والنعم فيك، التوفيق يا رب. تفضلي. أنا أحس إن هم عندهم مشكلة في الأوتوكيو، فعشان كذي إنه حاول إنه يدارك الأمر ويطالع في الأوراق. محاولته في تدارك الموضوع، أعطيني رأيك في محاولته. الأول بالنسبة لي إنه هو تدارك الموضوع بشكل سليم، ما كان ارتباكه واضح جدا، ولكن الفيديو الثاني باين ارتباكه جدا واضح. بالضبط بالضبط. أعطيني إنزين، أنت لو كنت في هذا الموقف وقدامك الأوراق مكتوبة وقدامك الخبر مكتوب وقدامك مشكلة صارت في الكاميرا أو في الأوتوكيو، شنو الطريقة اللي راح تتصرفين فيها في هذا الموقف وأنت في نشرة أخبار في قناة رسمية؟ تفضل. وطبعاً راح تكون عندي الأوراق اللي موجود فيها. إحنا تعلمنا في الجامعة إن إحنا نحط في الأوراق رؤوس الأقلام الاستذكارية اللي إحنا نتذكر منها الكلام. طبعاً جارية الأخبار هذه كلها، ولما أوصل لمحاور رؤوس الأقلام راح أسترجع بعض من الأخبار وراح أحاول أصيغها بنفسي. بالضبط بالضبط. هذه لما أقول لك معنا في البداية لا تدخل على الهواء وأنت مذيع وأنت مقدم برنامج ما طلعت على فحوى البرنامج، على أهم محاور البرنامج. أي مشكلة بتكون أنت القائد، أنت اللي بإمكانك تروح بالبرنامج إلى بر الأمان، أو تخلي هذا العمل من فنيين، من مخرجين، من مصورين، من إضاءة، من كل الطاقم اللي موجود يخسر عمله ويخسر جهده، والسبب تصرفك الخاطئ في لحظة مشكلة مر فيها البرنامج. علي تفضل. علي طبعاً الارتباك بيكون حاصل، خاصة يمكن هو عنده أساساً ظرف، يمكن مثلاً خبر عاجل جاء وصل إلى مثلاً ما شاف يمكن
الخبر اللي يقرأه، فعلى ما يرجع للأوراق إذا ما كانت مثل ما قلت أنت يتابع بصبعه، يعني كلها ظروف ممكن نحسن الظن في المذيع. بس أنا أقول أنه في كل الحالات المذيع لازم يكون بعد عنده باكاب، يمكن ساعات الخبر هو يخلص من وقت، يمكن يصير عنده مشكلة تقنية في تقرير فيديو فيضطر أنه يتكلم أكثر، خاصة اللي يكونون عندهم مثلا في فعاليات مباشرة، تغطيات مثلا انتخابات، تغطيات ما قبل مثلا مباراة كرة قدم بين الشوطين، هاي الأشياء يحتاج أنه يكون عنده مادة يعني باكاب يجهزها على أساس ما يصير بس أنه ما يرتبك، لا يوصل لمرحلة أنه فارغ يعني ما عنده شيء يقوله بعد. 100% كلام سليم. أعتقد أنت علياء كانت ودها تداخل. أنا شخص أنا ميوت. تفضل أيها. أول شيء كوني طالبة إذا حطيت في موقف أحس مثل هاي وصارت عندي مشكلة تقنية مثل قولة ولا أي شيء، إن كانت كمدة قصيرة لازم أخلص الخبر بسرعة، ما أدري إني راح أحاول يا أختصر الموضوع أو إذا كانت مدة طويلة بعطي معلومات يمكن بكون أعرفها من قبل أو داري عنها أو شيء عن الشخص نفسه، فرح أماطل شوي في الموضوع. فمنها أن ما بضيع المتابع وبتوتر بوتر المتابعين معي، ومنها أن أتوقع أني بخلص الموضوع بسرعة. 100% هني رباطة الجيش. أنا كنت أتكلم ضابط الجيش والجيش ولا في نقطة ثانية لما يكون الضيف خليل بعطيك المجال. اي نعم المذيع لان انا قائد لهذا العمل لازم انا امر بهذا العمل الى برا الامان، لازم اعبر بالبرنامج ولا بالنشرة ولا اي شيء انا اقدمه الى برا الامان وما اوضح. انا يمكن من الداخل اكون مرتبك فعلا من الداخل ما بعرف شو نسوي، لكن لا ابين هذه الامور للمشاهد، ما يبي يشوفني بهذه الطريقة ولا أنا أبي أطلع في وسيلتي الإعلامية بهذه الطريقة. تفضل خليل. صحيح بأنه أكيد إذا حدث موقف من هذا النوع أول شغلة مباشرة تهدأ. صحيح. تعلم روحك الهدوء في هذه الأمور. بالضبط. وتتحدث ببطء. صحيح. يعني إذا كانت سرعتك في نقل الخبر وأكد رئيس الحكومة كذا كذا وانقطع الأوتو كيو مثلا، إذا كانت عشر كلمات في الثانية خليها ثلاث كلمات في الثانية، هدئ الكلمات وحاول وإنت تقول الخبر بكلمات بطيئة، تبحث في أوراقك، ما في بأس تبحث في أوراقك عن المكان الصحيح إذا ما كنت أنت محضر أوراقك بشكل صحيح 100% وقاعد مثلا تمشي صبعك مثل ما ذكرت، تبحث عن الورقة وأنت تقول الخبر وأكد رئيس الحكومة بأنه وأنت تبحث عن الورقة والمكان الصحيح بأسلوب هادئ. أعتقد بالإمكان المشاهد يتفهم هذا الشيء، يعني هو مو تمثيل هذا واقع، بس أنت ما تظهر ارتباكك هو الأهم، مو أن هذا واقع هذا واقع هذا واقع. الأوتو كيو معروف أنه خلاص انقطع وأنت تبحث عن الخبر في الأوراق، لا بأس في ذلك، والمشاهد ما راح يشوف أن هذا شيء خطأ، هذا ممكن يحدث، ولكن أنت كيف تتصرف هذا اللي راح يعلق في الأذهان. بالضبط 100%. يعطيك العافية أخوي بتركي. فهد يا مرحبا. فهد من الأشخاص اللي طلبوني بعد نهاية اليوم الأول من الدورة بالأمس أن أنا أركز بعد شوي أكثر على الجانب الرياضي، لأن فهد اهتمامات الرياضية، صح ولا لا؟ تسلام يا أخوي بتركي، أكيد طبعا إحنا رياضيين وطبعا في هالمجال. طبعا امسي عليكم ومسي على الاخوان الموجودين معنا في الدوره، يمكن الاخوان كفوا ووقفوا في ناحيه الفيديو، يعني هم بالضبط حق الفيديو لان الاخوان ما قصروا في الفيديو، بس اذا تسمح لي انا عندي مداخله في جزئيتين اذا كان ممكن. اي تفضل. زاد فضلك يا اخوي تركي. اخوي الجزئيه الاولى نلاحظ ان في بعض المذيعين في التلفزيون يكون عندهم التقديم في اكثر من جانب، يعني سواء كان جانب رياضي او ثقافي او حتى اجتماعي، يمكن أكثر يعني مثال موجود حي موجود عندنا هو أبو تركي، الله يعطيك الصحة والعافية. يمكن أنا أشوفك يعني جريبة تنتقدني الحين. إيه لا لا بالعكس بالعكس إحنا نستفيد منك يا أبو تركي بالعكس. يعني إحنا نشوفك يعني في برامج رياضية، ساعات نشوف في برامج ثقافية وبرامج اجتماعية. اي فسؤال يعني كيف المذيع ممكن يفصل يعني بين الشخصيتين؟ ممكن هاي الشخصيات تكون مختلفه، يعني كشخصيه رياضيه لها يعني ملهم مثل ما نقول لها الماده مالتها، لها التقديم مالها ولها الحوار مالها، وشلون يقدر يفصل بين الشخصيه الثانيه للشخصيه الاجتماعيه؟ هذه بالنسبه حق الجزئيه الاولى.
الجزئية الثانية بتركي، يمكن أنا متابع حق الرياضة سواء كانت يعني محلية أو عالمية، فلاحظت شغلة معينة يعني ما أدري إذا أنت توافقني فيها الرأي أو لا، يعني مو بس موجودة عندنا هنا في البحرين، يعني مو بس موجودة عندنا في البحرين، يمكن حتى في الدول الثانية. يعني لاحظت في بعض المذيعين في الاستديوهات التحليلية يعني بالأخص الرياضية، أنا يمكن لاحظت إن في بعض المذيعين يسترسل في الكلام يمكن أكثر من الضيف الموجود عنده في الاستديو، أو إنه ما يعطي الضيف المساحة الكافية إنه يعبر عن المعلومات الموجودة عنده، أو يمكن حتى الضيف ممكن يعني يقول جملة جملتين وتحصل المذيع ممكن يتداخل معه في يعني في رأي معين، وتحصل الشخص الثاني ضاعت الأفكار عنده. فحبيت يعني أسمع يعني ما بين المذيع والضيف، تحس إن المذيع هو الضيف والضيف هو المذيع. أيوة يعني هذه النقطة، فحبيت أسمع تعليقك على هذه النقطة. واسمح لي على اللي طالب، يعطيك الصحة والعافية وما قصر. الله يعافيك، بالعكس أسئلتك جميلة وجوهرية ومهمة جدا. يعني في بداية سؤالك أنت تكلمت عن جانب مهم، بس أنا برجع للفيديوهات وبرجع لهذا السؤال أو السؤالين بالأحرى، شلون المذيع يتكلم أكثر من الضيف أو يأخذ المايك أو الهواء إحنا نسميه في المجال الإعلامي أكثر من الضيف. هذه خلاص سجل هذا السؤال. في نقطة في الفيديوهات اللي شفناها أن المذيع كأنه كان يطلب العطف، يستجدي العطف لما فر عينه عن الكاميرا، لاحظتوا هذه النقطة ولا ما لاحظتوها؟ كان كأنه يشوف. نعم كان 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 واضح الفيديو الثاني، وكان يبحث في الأوراق ويطالع على اليمين كأنما يطالع الشاشة، كان يقول لهم أنقذوني ساعدوني. فهذه بعد مشكلة مهمة ومشكلة عودة، يعني لازم ما يقع فيها المذيع أن أنت خل تركيزك على الكاميرا وخل تركيزك على العدسة، خاصة في بعض البرامج مثل ما قلت أنا في بداية حديثي أن نشرات الأخبار تعتمد على النظرات المباشرة على الكاميرا وأمام الكاميرا واحدة فقط، المطلوب منك أن تركز عليها، المطلوب منك تطالع أي مكان آخر أو موقع آخر. ممكن أحياناً في الانتقال بعد نهاية الخبر إلى التقرير تبين للمشاهد أن أنت راح تتابع مع هذا التقرير وتنحي بنظرة معينة أو تلتفت بنظرة معينة إلى الشاشة عشان تبين أن ترى أنا يا مشاهد بشوف معاك التقرير اللي أنت راح تشوفه بعد شوي. هذا النقطة المهمة. لكن أنت في وضع مشكلة وعندك خبر مطالع لك أمام الشاشة وأنت مركز، لا تطالع للصوب، لا تحاول تبين حق الناس أن أنت في مشكلة عودة وتبين أن أنت قاعد تطلب المساعدة. هم يشوفونك، الطاقم الفني اللي معاك يشوفك وعارف المشكلة اللي انت قاعد تمر فيها، فأنت حاول تنقذ الموقف، حاول تتكلم عن هذا الخبر المعين أو تعطي بعض المعلومات عنه من غير ما تحاول تتلعثم. التلعثم اللي تكلمنا عنه بالأمس هذه تحاول أنت تخليها مثل ما قلت تقلل من سرعتك في الكلام، لأن قبل أنت كنت سريع. ليش؟ لأن أنت قاعد تقرأ كلمات موجودة أمامك على الشاشة، الحين أنت بتقرأ كلمات موجودة أمامك، أنت بتستحضرها من داخلك، من مخك، من عقلك، فبتحاول تقلل من السرعة. مثل ما قلت لك، إذا كنت تقول 10 كلمات في الثانية قول 3 كلمات في الثانية، على بال ما يتصلح الخطأ اللي أمامك، على بال ما يمدونك بورقة معينة، على بال ما يقول لك المخرج، أو تعطي فرصة حتى حق المخرج إنه يجهز على الأقل فاصل، على الأقل ينزل فيديو يحل من خلاله هذه المشكلة، وتطلع أنت ترتاح شوي أو تشوف الخبر ومرة ثانية ترجع وانحلت المشكلة اللي أمامك. هذا الموضوع يصير أحيانا حتى في المداخلات الهاتفية لما تكون في برنامج على الهواء ومستقبل مكالمة هاتفية مرتب لها مسبقاً مع جهة معينة، مع نادي معين، مع وزارة معينة. الأمور هذه ممكن يكون فيها خلل، اللي ينقطع الاتصال، ينقطع التلفون، ليش بتسوي؟ تكلم عن الجهة هذه. أنت ما دام خليتها في البرنامج أكيد أنت عارف شنو المواضيع وشنو الأسئلة، على الأقل قول الأسئلة. نأسف لانقطاع الهاتف، راح نرجع ونتواصل معاه، كنا بنتكلم عن هذا الجانب مع هذا الضيف اللي كان المفترض انه يكون معنا على الهاتف، الجهه المعينه اللي مثلها الضيف، مثل مثلا شريان مهم من اساسيات العمل في المجال المعين، اذا كان رياضي بتكلم عن النادي، بتكلم عن الدوري، بتكلم عن المناسبه، بتكلم عن البطوله اللي ماخذ هذا الاتصال عشانها. ففي احيانا مطلوب منك سرعه البديهه وذهنك حاضر، ممكن تتعامل مع اي موقف يمر عليك حتى في نشرات الاخبار، تقول لي فواز نشرات الاخبار غير البرامج، البرامج انت تسترسل في الكلام، نشرات الاخبار صادتك مشكله بهذا الحجم بهذا الشكل استرسل في الكلام، ولكن في سياق النشر ذاته، في سياق المواضيع ذاته، مو بالنشره السياسيه بس ترسل في كلام عن الطب ولا عن لا 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 لا.
سألتني سؤال أخوي فهد عن كيف ممكن بالمذيع أن يقدم أكثر من برنامج. نعم ممكن يقدم إذا كان هو حاب أن يقدم مثل هذه البرامج، إذا كان الجهة اللي يقدم فيها شافت أن هذا المذيع مثلا يصلح لهذه النوعية من البرامج ويكون في هذه اللحظات أو في هذا التوقيت ممكن هو يكون أقرب للمشاهد ممكن، لكن مو برامج تخصصية. أركز على الكلام بعد اللي أنا كرره قبل، ما تي فواز مثلا يقدم برنامج في الطب، المشاهد ما بيقتنع في فواز، ما بيصدق فواز حتى لو كان مستضيف أكبر الأطباء، حتى لو كان برنامج مخصص مثلا عن علوم الفضاء، أنا على الأقل أي شخص متخصص في هذا الجانب أخلي يقدم البرامج. ولذلك احنا نشوف برامج الطب وبرامج الهندسة وغيرها من البرامج المتخصصة يقدمها أشخاص متخصصين أيضا في هذا الجانب. عندنا في تلفزيون البحرين برنامج عن الطب يقدم مجموعة من الأطباء المتعاونين مع وزارة شؤون الإعلام من خلال تقديمهم لهذه البرامج. هذا بيعطي ثقة لي كمشاهد أن اللي يقدم طبيب واللي مستضيفه طبيب، فبالتأكيد الأسئلة بتكون متخصصة في هذا المجال وأسئلة جوهرية. لو يا فواز بيسأل هذا الطبيب بيسأل سؤال عادي، سؤال يعني مو مهم يمكن في هذا الجانب، الطبيب عنده معلومات اللي يوضحها، لكن ينتظر السؤال إذا كان السؤال بعيد عن الموضوع مالي ولا مو في ضمن اختصاص الموضوع نفسه. فممكن المذيع خاصة البرامج الرياضية ترى هي برامج في النهاية اجتماعية. الرياضة اليوم ما في بيت ما يمارس رياضة، ما في طفل يمارس رياضة، ما في سيدة أو بنت تمارس الرياضة. فممكن أنت الرياضة هي مفتاح لكل تخصصات الثانية مثل الجوانب الاجتماعية مثل الجوانب المعيشية. ممكن أتكلم عنها كوني أنا في الرياضة وعارف طبيعة اللاعبين، عارف طبيعة الوضع الرياضي، ممكن أتكلم في هذا الجوانب. لكن تقول لي فواز تعال تكلم عن الفضاء، تعال تكلم عن هذه الجوانب الخاصة، لا أكيد ما بتكلم عنها. بعض المذيعين أنت قلت لي أنه ممكن يتكلم أكثر من الضيف نفسه، هذه ممكن ترى، ممكن إذا كان الضيف قليل الكلام، إذا كان الضيف يعطي إجابات مختصرة، إذا كان الضيف صادق رهبة من الاستديو، رهبة من الكاميرات. لكن في حالة عكس ذلك الكلام تماماً، إذا كان الضيف متحدث لكن المذيع قاعد يحاول أن هو يكون أكثر كلاماً منه، فهذه خطأ، هذه خطأ وكلنا نتفق علينا خطأ. أنت جاي بالضيف عشان يوضح للمشاهد، مو جاي عشان يسمعك أنت تتكلم، بس حيث أنت تطلع بروحك وتتكلم أمام الكاميرا وتتكلم عن المباراة ولا تتكلم عن الأشواط ولا تتكلم عن البرنامج اللي جاي تقدمه. عط فرصة للضيف، هو اللي يتكلم وهو اللي يتبرر وهو اللي ياخذ المسؤولية في الكلام اللي راح يقول، انت مجرد تنقل الأسئلة تنقل الحدث له وهو يوضح ليش صار هذه الطريقة في جانب المباريات، ليش هذا الفريق ما بدل في هذا التبديل، ليش هذا الفريق ما لعب بالمستوى اللي لعب عليه المباراة اللي راحت، ليش هذا الفريق تصدر، ليش هذا الفريق تقهقر ورجع لمراكز متأخرة، ليش. ففي الجانب الرياضي أحياناً أنت ممكن تنصدم ببعض الضيوف اللي قليلين الكلام، متميزين في جانب التدريب لكن قليلين الكلام في التحليل، وممكن العكس يكون ما شاء الله عليه متحدث ويشيلك أنت ويشيل الاستديو بكبره عليه وينجح في هذه المهمة. فنصيحتي لأي مذيع يمكن يكون أكثر كلاماً من الضيف، لا خلي الضيف أهو المشاهد يشوف الضيف، أنت قدم مقدمتك وقول خاتمة وقول وصيغ الأسئلة بطريقة مميزة عشان تنجح، وما شاء الله عليهم مذيعين في القناة الرياضية إذا كان الكلام عن الرياضة مميزين جدا في هذا الجانب ومبدعين في هذا الجانب. أعتقد يمكن إحنا غطينا الكثير من الأمور، وأنا حبيت أن أختم بهذه النقطة الخاصة بلما تكونون أنتم ممثلين لجهات عملكم لوزاراتكم للجهة اللي تعملون فيها، شلون تتعاملون مع أي مذيع كان، شلون تتعاملون مع نوعية الأسئلة المطروحة، شلون تحافظون على رباطة جيشكم، شلون تحافظون على هدوءكم على ابتسامتكم، عشان ممكن أتهرب من السؤال، عشان ممكن ما قاطع السائل، أنا كمقدم ما قاطع الضيف، أنتظر لما يكمل كلامه، أنتظر لما يقدم المحتوى اللي عنده، أحترمه في كلامه، أشيل الرهبة منه لما يكون عندي في الاستديو. فهذه أبرز العوامل المؤثرة في نجاح أي إعلامي كان في وسيلة إعلامية تقليدية أو حتى في وسيلة إعلامية من وسائل الاتصال الحديث. أتمنى أن أكون وفقت على مدار الأمس واليوم في تقديم يعني جوانب إن شاء الله تكون إيجابية في اللي بتقدمونه في حياتكم العملية القادمة يا رب إن شاء الله. يعطيك العافية. الله يعطيك. والله العظيم أستاذ فواز. سمع أخوي فواز مو بأستاذ فواز، أخوي فواز. الأخ فواز والله العظيم كانت على لساني قبل شوي. الله يخليك.
والله كانت عندي فيها جزئيتين بس يعني ما حبيت أثقل عليكم الحين، يعني الدورة خلصت يعني ما شاء الله الموجودين كفوا ووفوا. والنعم فيهم والنعم فيهم. بالمناسبة أنا شارك معكم من المملكة العربية السعودية. والنعم سبعة أنعام أخواننا وأهلنا وربعنا من السعودية الشقيقة الكبرى، يا مرحبا بكم. الله يحييك الله يحفظكم جميعا ويحفظ بلدكم، ودورة رائعة استمتعنا فيها ونهنيكم جميعا ومقدمة بمناسبة السنة الهجرية الجديدة، الله يجعلها السنة مباركة علينا وعليكم بإذن الله. آمين يا رب العالمين وعلى الأمة العربية. وبهذه المناسبة يعني أنا عندي جزئية واحدة فقط. تفضل. أنا مهتم بالمجال الإعلامي، كان ودي أدرس بس يعني ما وفقت يعني اني ادرس كمجال، فوش تنصح الانسان يشتغل، استغفر الله العظيم لا اله الا الله، وش تنصح الانسان انه يعني اللي بس يشتغل انه يشتغل يعني في مجالات اعلاميه يعني بشكل يقدر من خلال يوفق بين دراسته ومشروع؟ يعني انا بنصح الاشخاص اللي عندهم الهوايه وعندهم الموهبه ودهم يطورون هواياتهم وموهبتهم بالاطلاع المستمر، دائما اطلع. انتم ما شاء الله في السعوديه عاشقين لليوتيوب، شوفوا اليوتيوب فيه يعني مواقع جميله جدا ممكن من خلالها تطور المهاره اللي عندك. انت اليوم عندك تليفون موبايل تقدر مثل ما ذكرت بعد تحط التليفون وتصور وتتكلم، يعتمد انت شنو ودك تكون في الجانب الاعلامي، ودك تكون مذيع. الجوانب الاعلاميه لها يعني جوانب كبيره ومهمه جدا في الصحافه، ممكن تكون كاتب اعلامي، ممكن تقارير صحفيه ممكن تستخدمها. فانت شنو ميولك في الجوانب الاعلاميه تسخلها بشنو؟ يا دراسه يا دورات تدريبيه مستمره، اطلاع مستمر. يعني انا اعرف زملاء اعلاميين ما درسوا اعلام ومتميزين في قنوات فضائيه وفي تلفزيونات خليجيه، متميزين جدا في اعمالهم بالرغم انهم ما درسوا اعلام، ما تخصصوا في المجال الإعلامي، يمكن ظروفهم ما ساعدتهم على التخصص في المجال الإعلامي، يمكن موهبتهم أو عندهم موهبة في جانب آخر اضطروا أن يدرسون الموهبة هذه في الهندسة في الطب في غيرها، ولكن تبقى عندهم الموهبة في المجال الإعلامي واستثمروها عن طريق المتابعة، عن طريق الدخول في هذه الدورات المتقطعة بين فترة وثانية، راح تستفيد وتسقل هذه الموهبة. والله يوفقك أخوي طارق. الله يعطيك الشكر. يعافيك ويسلمك وموفق. بس تفضل طارق تفضل. بس هذا يعني اذا يعني خلصوا عندي بس يعني خاتمه بسيطه بعد ما تخلص يعني ان شاء الله ولا يهمك. تامر شكرا فواز، ما قصرت ويعطيك الف عافيه. الله يعافيك، استفدنا منك وايد، شهاده اعتز فيها، وان شاء الله ان شاء الله يا رب نقدر نقدم اكثر واكثر في المستقبل. مشكور اخونا فواز، أخونا فواز كل الشكر تقدير على هذا التقديم المتميز وعلى الجهة الداعمة لهذا البرنامج الرائع صراحة، وتقديمك كان مميز وابتسامتك تخلينا نواصل على طول وياك. الله هذا جزء أساسي من التقديم، استفدنا الكثير منك ومن المداخلات المشاركين الأعزاء، كل الشكر لكم وإن شاء الله نلتقي معاكم وأنتم موفقين في أعمالكم بإذن الله. وياك يا رب، وأنت كذلك موفق. وأنا استمتعت أخوي خليل، يعني أنت من الأسماء اللي تتم بعد عالقة في الذهن من خلال مداخلاتك أسلوبك وصوتك الجميل. تسلم. صادق، أنا أسمع صادق. نعم يا أبو تركي يعطيك العافية. يعافيك ويسلمك يا العزيز. الله يسلمك. مشكور اولا على كل المعلومات القيمه اللي قدمتها للامانه في هذه الدوره على يومين، وكان يعني المحتوى اكبر من هذا اليومين او الاربع ساعات اذا قدرنا نقول. بس ملاحظه انا حبيت اوصلها انه يا ريت تكثف مثل هذه الدورات خصوصا في الجانب الخبراتي منها. قد يكون في بعض الأحيان أهم بكثير من الجانب العلمي أو النظري اللي لما ندرسه أو نقرأه أو نشوفه، تبقى الممارسة هي اللي تحكم بشكل كبير في جانب عود من العمل الإعلامي تحديداً. قواك الله ويعطيك ألف عافية، وإن شاء الله من نجاح الأكثر يا أستاذ فواز، وأنت فعلاً يستحق أن احنا نقول لك أستاذ. ما عليك زود.
يعطيك العافية. شكرا على كلامك، يعني اللي يعطيك دفعة إيجابية ويعطيني معك دفعة إيجابية مميزة وتخليني دائما نواصل. الله يخليك. مشكور أخوي أستاذ فواز، ما قصرت على هالمحاضرة الشيقة، وكانت تفاعلية يعني، والمداخلات وايد بعد يعني كان في شو اسمه تفاعل من هاي. صدقتي دورة ناجحة ترى، ما صرت كل هاي النقاشات والتداخلات، جدا ناجحة، جدا أشكرك والله وايد. واجب 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 علي. بالعكس انا مثل ما انا كنت اقدم هذه الدوره، انا استفدت من غيري وقدموا لي معلوماتهم وخبراتهم، وما وصلت، يمكن انا ما بقول وصلت للنجاح، لكن ما وصلت ان انا ممكن اقدم دوره لعقب هذه الخبرات اللي انا خذيتها من غيري. وهذه يعني وهذه الحياه، انا اليوم استفيد من غيري، باكر غيري يستفيد من خبراتي، ونوصل المعلومه ان شاء الله بكل امانه وبكل صدق للكل، والكل ان شاء الله نشوفه اعلامي مميز، مش شرط في مجال الاعلامي يكون مميز في مجاله، مميز في الهوايه اللي متخصص فيها. ناصر الله يعطيك العافيه اخوي فواز. انا الأمان يعني حضرت العديد من البرامج والدورات التدريبيه اللي عن طريق السوشيال ميديا وعن بعد، للامانه يمكن اغلبهم كانوا عن بعد لأن المحاضر بعيد عن الجمهور، لكن اليوم احنا ابد ما حسينا بهذا البعد، يعني حسينا بتقارب وكأن احنا قاعدين فعلا في مجلس واحد او في 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 محاضره واحده في قاعه واحده. توقعت الابداع منك لان احنا تعودنا على ابداع الاستاذ فواز، لكن انا عندي طلب، يعني ان شاء الله عندك ما تردنا في هذا الطلب، نبي هذه الدورات تستمر. والله العظيم اليوم استفدنا يعني واستمتعنا، وان شاء الله انها ما تكون هذه اخر محاضره، او ما تكون المحاضره القادمه بعيده. الله يعطيك العافيه، والله ينور دربك. دربك ان شاء الله ودرب الكل يا رب، ينور دربكم. انا عندي سؤال بس. اي تفضلي. اللغة العربية اللي تستخدمها في البرامج الصباحية مثل هلا بحرين، مسلسل بحرين، هي يعني غالبا تكون لغة عامية بحرينية، فهل هي تلفزيون البحرين والله طريقة المقدم في تقديم البرنامج انه يكون باللغة العربية العامية؟ لان احنا يعني الدكتور يشدد علينا ان احنا نكون في لغة عربية فصحى، ما يخرج من هاي الاطار. ف أنا هو لكل مقال مقام ولكل مقابل مقال بالأحرى، يعني لازم أنا أعرف أن البرنامج الصباحي موجه لمن اللي قاعد يشوفني في البرامج الصباحية. البرامج الصباحية أغلبها تكون برامج محلية بحتة، فأنا بوصل صوتي ووصل المعلومات اللي فيه وبوصل الطريقة اللي في البرنامج ومحتوى البرنامج إلى أكبر شريحة ممكن من الأهالي والمواطنين الموجودين، فلذلك أنا أوصل بلغتي الدارجة في البحرين، ما تكون عامية بشكل كامل، ولكن اللغة البيضاء اللي الكل ممكن يفهمها من داخل البحرين أو حتى اللي متابعني من خارج البحرين. ما يمنع أن نعتز بلغتي، إحنا نشوف في التلفزيونات الخليجية ولا بعض العربية يعتزون بلهجتهم الجميلة جدا وبتنوع اللهجات أحيانا، وإحنا كان عندنا برنامج تلفزيون البحرين ناقشنا في بلد صغير لكن في تنوع جميل اللهجات، يعني لهجات أهل الحرق، لهجات أهل سترة، لهجات أهل الروح، فتلاقين مجموعة من اللهجات جميلة جدا ممكن توصل لكل شرائح المجتمع. فما بعيد ولا بغلط ان انا من خلال برامجي الموجهة للداخل البحريني ان ممكن اعتز بلهجتي وبطريقة لفظ اللهجات خاصة في مثل البرامج. نعم في نشرة اخبار لابد ان انا التزم باللغة العربية الفصحى والدقيقة جدا بالتشكيل وغيرها من الجوانب النحوية والقواعد، لكن في بعض البرامج لا، هذه القواعد شوي تنزل عنها. لما تفوز ما قصرت، يعطيك العافية. شكرا شكرا لك، يعطيكم العافية جميعا، وأنا صراحة سعيد جدا بالتواجد معاكم بالأمس واليوم، وأعذر اللي ما كان موجود معنا بالأمس، وإن شاء الله في القريب العاجل راح نشوف ونشهد دورات أخرى قادمة. أشكر يعني وزارة شؤون الإعلام اللي أعطتني الفرصة ومنحتني الفرصة أن أنا أكون متواجد معاكم من خلال هذه الدورة ومن خلال هذا النشاط المميز اللي التقيت فيه، وإن شاء الله ألتقي فيكم في المستقبل وأنتم إعلاميين مميزين، وأشوفكم يعني اللي اتجه للسوشيال ميديا وصار عنده عدد كبير من المتابعين ولا تنحطوا من عدد المتابعين وبط تزايد أعداد المتابعين. أهم شيء ركز في المحتوى اللي تقدمه واترك موضوع المتابعة وزيادة المتابعين،
لمحتواك انت اللي تقدم. لا تعتمد على الاثاره في جوانب ما لها داعي للاثاره، ركز في جوده الخدمه وتاكد ان اللي بيشوف محتواك ممكن يكون طفل، ممكن يكون طفله، ممكن يكون شخص يتاثر بما راح تقدمه، فحاول تقدم المفيد اللي يفيد المجتمع ويفيد اهلك واخوانك في ذي البلد. يعطيكم العافيه وكل الشكر والتقدير لكم، تشرفت بمداخلاتكم والتواجد معاكم. اسمع صوت في مداخله قبل ما اختم. اهلا وسهلا. يا مرحبا طارق، انت وعدتك انا ان انت بتختم، تفضل اختم. ياتي عابد ويذهب عابد وياتي عابد ونحن دائما ونحن نترقب هلال عام جديد. نقول لكم جميعا كل عام وأنتم بخير، وشكرا لك على أنك يعني قدمت لنا هذه المحاضرة. يعني أنا كان ودي والله العظيم أني أبحث دائما عن أكثر من دورة القهوة مدفوعة، يعني هذه الدورة اللي أنت يعني اللي يعني كانت يعني مجال، يعني اعذروني والله العظيم، يعني انا يعني من كثر والله يعني ما عرفت اوزن الكلام حتى، لكن لا كلامك موزون ما شاء الله عليك واختيارك للجمل. عامل وانتم بخير مقدما، وانتم بخير وحفظ الله بلدكم والخليج جميعا والانسانيه جمعاء، وان شاء الله يكون بيننا وبينكم ان شاء الله يعني تعاون فيما بعد ان شاء الله لما نكون يعني في المهنه ان شاء الله. ان شاء الله حد نجيكم وانتم تجونا ان شاء الله. اكيد بلد واحد واخوان واهل وعزوه يا رب، وكلنا اللي متواجدين يعني لا تترددون في التواصل معي لاي نقطه تبون فيها توضيح، لاي موضوع ممكن نتناقش من خلاله معاكم، نوضح بعض الامور، انا استفيد من خلال هذه المناقشه والكل يستفيد. شكرا لكم كلكم من القلب ويعطيكم العافيه، وان شاء الله نتلاقى في دورات اخرى سواء مع وزاره الشؤون الاعلام او غيرها من الدورات اللي ان شاء الله دائما بتكون مجانيه ما دام الوزاره مشرفه على مثل هذه البرامج. واشكر بالتحديد سعاده وزير الشؤون الاعلام وكافه المناصب القياديه في هذه الوزاره اللي سهلت لنا هذه الإمكانية في التواصل معكم والاستفادة منكم في مثل هذه المواضيع. يعطيكم العافية ومع السلامة.